أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل. نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى دراسة حول سعي زعيم ميليشيا المدعوم من إيران والخاضع للعقوبات الأمريكية ريان الكلداني إلى تهميش البطريرك الكلداني في العراق لويس ساكو والاستحواذ على ممتلكات مسيحية تقدر بمليارات الدولارات. وبحسب الدراسة التي كتبها يعقوب بيث الخبير العراقي في الميليشيات النشطة بسهل نينوى ومايك نيتس ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، فإن البطريرك لويس ساكو انسحب إلى دير في إقليم كردستان العراق بعد صدور مذكرة استدعاء بحقه. نتابع. ريان الكلداني يسعى إلى الهيمنة على المجتمع المسيحي في العراق، ولكن العديد من العوامل تظهر أنه لا يمكنه المطالبة بهذه المكانة. وبحسب المعهد فإن أبرز تلك العوامل هي القاعدة المزيفة من الناخبين المسيحيين، إذ لا يحظى الكلداني بدعم المسيحيين على الرغم من سيطرته على 4 مقاعد من أصل مقاعد الكوتا 5 المخصصة للمسيحيين في البرلمان العراقي. وأضاف أن الكلداني يعتمد على إفساد القادة المسيحيين واستقطابهم، إذ نجح في إقناع رئيس الأساقفة السابق للسريان الكاثوليك يوحنا بطرس موشي بالتوقف عن معارضة خطط كتائب بابليون لتأسيس قاعدة قوة في قضاء الحمدانية. ولخصت الدراسة العاملة الثالثة بانحياز الكلداني إلى إيران ووكلائها، إذ يدعم الكلداني سردية الميليشيا المدعومة من إيران والتي تعد غريبة تماماً عن المجتمع المسيحي في العراق. عن هموم المغتربين العراقيين كتب جاسم الشمري مقالاً في موقع عربي 21 جاء فيه: الأدهى والأمر في غربة العراقيين هو تغليس حكومات بغداد ومجالس البرلمان منذ العام 2004 وحتى اليوم عن مصير المغتربين وهمومهم، وكأنهم إما تخلصوا من المغتربين أو أن المغتربين خففوا الحملة عن الحكومات في العديد من الجوانب الحياتية والخدمية المفقودة أو النادرة أصلا. نتابع. ونحن في العراق وجدنا أنفسنا في دوامات مهلكة وقاسية، ظاهرها الديمقراطية وباطنها الخوف والرعب والموت، وكانت النتيجة أننا هجرنا من بلادنا إلى المجهول وإلى الضياع والمنافي المليئة بالذل والهوان وقهر الرجال وسحق النفوس والكرامة إلا ما رحم ربي. في كل يوم نسمع حكايات مليئة بالقهر والمهانة والهوان، وهذه الحكايات تبدأ منذ اللحظات الأولى لدخول الأوطان الأخرى لتصبح فيها أجنبياً وغريباً. إن المآسي والمعاناة والمهلكات التي تحيط بالمغتربين لا يمكن وصف طعمها إلا ممن ذاق مرارتها، ولا يمكن لأروع الأقلام والعقول صياغتها والتعبير عنها، لأنها من القضايا الذوقية التي لا توصف إلا بالذوق الحقيقي وليس الخيالي. ومن أبشع وأقسى الغربات غربة الإنسان الذي لا يمكنه العودة إلى وطنه أو الذي لا يملك ملاذاً آمناً في وطنه. ونقرأ مقالاً بعنوان: الأمريكان قُصّر أوصياء على الآخرين، الكاتب جعفر عباس. تشهد الولايات المتحدة استطلاعات رأي عديدة سنوياً لتحديد مدى قبول أو رفض الشعب الأمريكي لهذا الأمر العام أو ذاك، ورأيه في القضايا الملحة والمرشحين في الانتخابات وما إلى ذلك من أمور. ولكن منذ عام 2015 صارت هناك استطلاعات رأي كثيرة على مدار العام لإثبات مدى جهل الأمريكيين بمعظم القضايا المتعلقة بأمور الحكم والاقتصاد والسياسات الداخلية والخارجية لبلادهم. وقبل 5 سنوات أخضعت مجلة نيوزويك 1000 أمريكي لاختبار المعلومات المتعلقة بأمور عامة عن الولايات المتحدة الذي يجلس له المهاجرون الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الأمريكية، وفشل 39% ممن جلسوا للاختبار في معرفة اسم نائب رئيس بلادهم، ولم يعرف 73% منهم
ما هي الحرب الباردة أو لماذا خاضتها بلادهم؟ نتابع. يعزو بروفيسور جيكوب هاكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة هيل التفشي الوبائي للجهل بين الأمريكيين في مجال السياسة إلى التعقيد المتعمد لآليات وهياكل الحكم في الولايات المتحدة، حيث ظلت السلطة محتكرة على مدى قرنين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. فالنظام الانتخابي الأمريكي لا يعرف التمثيل النسبي، ومن ثم تغيب عن مجالسه النيابية أصوات من يغردون خارج سربي ذينك الحزبين. وفوق هذا فنظام الحكم الأمريكي يدخل الشعب في دوامات متصلة من الانتخابات التشريعية العامة والولائية في التكميلية، بحيث يتعذر على المقترع الموازنة بين المرشحين والبرامج الانتخابية. فحتى القضاة وقادة الشرطة في المدن الصغيرة يتم اختيارهم بالانتخاب. رغم كل تلك الجهالة الجهلاء، يرى الأمريكان حكومة وشعبا أنهم أوصياء على بقية الشعوب، وأن من حق الوصي استخدام العنف لترويض وتطويع وتركيع الموصى عليهم. ولهذا أعطت نفسها حق خوض حروبها في 84 دولة منذ مولدها في 4 تموز يوليو من عام 1776. وول ستريت جورنال: النيجر هي آخر قطعة في الدومينو الأمريكي بغرب إفريقيا. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرا أعده كل من مايكل فيليبس وبنوا فوكون ودرو هينشو، قالوا فيه إن الانقلاب العسكري الذي وقع هذا الأسبوع في النيجر يهدد بتعطيل استراتيجية الولايات المتحدة بأكملها لمحاربة الإسلاميين الذين يوسعون مجال تأثيرهم في غرب إفريقيا، ومن المحتمل أن يفتح فرصة استراتيجية لروسيا في الوقت الذي تحاول فيه توسيع نفوذها بالمنطقة. من الغموض الذي يحيط بالمشهد في النيجر بعدما أطاح ضباط عسكريون برئيسها محمد بازوم يوم الأربعاء، تجد الولايات المتحدة نفسها مقيدة بالقانون الأمريكي الذي يحظر عليها تقديم معظم المساعدات الأمنية للأنظمة العسكرية. ومع إعلان القوات المسلحة النيجيرية يوم الخميس دعمها للتمرد، فإن القلق في واشنطن هو أن قادة الانقلاب يخاطرون بالتنازل عن المزيد من الأرض للمسلحين بعد الانفصال عن الولايات المتحدة، ويمكن أن يلجأوا بدلا من ذلك إلى المرتزقة الروس لمساعدتهم على القتال. وقال مسؤول استخباراتي أمريكي رفيع المستوى: النيجر هي آخر قطعة من الدومينو نأمل ألا تسقط، إذا سقطت فأنا لا أعرف بالضبط ما الذي سنفعله. وقال المسؤول إن النيجر كانت آخر موطئ قدم رئيسي في منطقة الساحل للقوات الأمريكية والفرنسية. قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن الانقلاب في النيجر أنه فاجأ فرنسا، فصحيح أن هشاشة نظام محمد بازوم كانت معروفة جيدا، ولم يكن الرئيس محل إجماع داخل الجيش النيجيري، وكان عليه أن يفرض خياراته، لا سيما التعاون العسكري مع فرنسا، لكن أحدا لم يتوقع مثل هذا الانقلاب المفاجئ. واليوم تضيف الصحيفة بعد أيام من الأحداث ما زالت هناك الكثير من الأسئلة، بما في ذلك من باريس التي تتساءل عن طريقة للخروج من الأزمة مع أحد شركائها الأفارقة الرئيسيين. وتقول فيغارو: بعد أن فاجأها انقلاب النيجر، فرنسا قلقة بشأن إمدادها باليورانيوم. نتابع. فرنسا وشركائها الأوروبيون وقعوا في الفخ، حيث إنهم تصوروا شراكاتهم مع النيجر التي أقيمت على الصعيد الثنائي كمثال على التعاون الجديد الذي سيقام بين أوروبا وأفريقيا. وصرح مسؤول عسكري رفيع المستوى قبل بضعة أسابيع بأن منطقة الساحل لم تختفي من مخاوف الأوروبيين، وأن التهديد لم يتراجع، مؤكدا اتساع نفوذ الجماعات الجهادية. ولكن هل من الممكن إقامة شراكة قائمة على التدريب والإمداد بالمعدات والمخابرات مع سلطات غير شرعية؟ فقد أوضحت كاترين كولونا أن التعاون لا يمكن أن يكون هو نفسه، كما تثير الأزمة في النيجر مخاوف بشأن إمداد فرنسا باليورانيوم، حيث تقوم شركة فرنسية بتشغيل مناجم في النيجر
وتعتمد محطات الطاقة النووية الفرنسية بنسبة 10% على الخام النيجيري. إلى الوجه الآخر لحرية التعبير ورسوم الكاريكاتورية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أدى جهد دولي لإعادة دودة أسطوانية قديمة أقدم مما كان يعتقد العلماء في السابق، تجمدت في التربة الصقيعية في سيبيريا لآلاف السنين، وبدأت في إنجاب ديدان في المختبر حسب ما أفاد موقع ساينس أليرت. بعد استخدام التاريخ بالكربون المشع الأكثر دقة، تبين أن ديدان التربة ظلت مستيقظة في أجزاء من سيبيريا منذ أواخر العصر أبليستوسيني قبل نحو 46 سنة. وبحسب الموقع، إذا كان هذا الاكتشاف صحيحاً، فإن السجل يحطم تماماً أطول حالة معروفة من الخمول الشديد لوحظ بين حياة الحيوان وحتى الآن. يعرف العلماء عدداً قليلاً جداً من الحيوانات القادرة على تعليق نفسها في حالة تشبه النسيان استجابة للظروف البيئية القاسية. وتم العثور على الدودة القديمة في التربة الصقيعية في سيبيريا على عمق نحو 40 متراً. قام الباحثون بتاريخ بعض المواد النباتية الموجودة بالقرب من الدودة المكتشفة. ارتبطت ماسة كوه نور أو جبل النور بالنظام الملكي البريطاني واحتفالاته الكبرى، وباتت من أشهر الماسات في العالم، إلا أن غيابها عن مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا يعيد إلى الأذهان علاقتها المضطربة بالماضي الاستعماري البريطاني. انتهى الاحتفال الفخم وأعيد جواهر التاج إلى برج لندن، لكن السؤال الذي لا يزال قائما، أي جهة تتمتع بشرعية حيازة هذه الأحجار الكريمة الثمينة؟ تقول الأسطورة إن الماسة التي كانت أساساً من عيار 186 قيراطاً قبل تصغيره إلى 106 قراريط نزولاً عند طلب الملكة فيكتوريا، مرتبطة بالسلطة العليا منذ غزو سلطنة دلهي ممالك جنوب الهند في القرن الرابع عشر. وطلبت نيو دلهي مراراً باستعادة الماسة، فيما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية إيرين دامباغشي خلال العام الماضي أن الهند ستواصل البحث عن سبل ووسائل التوصل إلى حل مرض لهذه المسألة. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. لا يجوز أن يكون هناك أي
عمل يؤدي إلى استفزاز مشاعر المسلمين أو مشاعر الديانات الأخرى. صدر حديثاً عن هيئة الأمم بتجريم من يتعرض للمقدسات حالياً، فعلى الدول الغربية أن تلتزم بهذا القانون الجديد الذي يجرم كل من يمس بالمقدسات بأي أمر مقدس. لازم نتكاتف ونصير إيد واحدة، المفروض ما هيك يعني، المفروض ما يحرقون أي كتاب مقدس، مو بس القرآن يعني. إساءة إلى القرآن الكريم، إساءة إلى الثقافة الإسلامية، إساءة إلى القومية العربية والواقع الإسلامي اللي يخدم المجتمع العالمي. هذا عداء للإسلام وعداء للقرآن، ولازم إحنا الأمة الإسلامية نتكاتف ونتعاون فيما بيننا لكبح هذه المواضيع وكبح هذا العداء للإسلام. أنا كجزائرية وكمسلمة أرفضها رفضاً تاماً، ما مانيش ضد، ما يندارش هذا الشيء، هذا قرآن ما ينحركش. وهؤلاء الجهلة الذين يقومون بحرق الكتب المقدسة ما هم إلا من أهل الجهل، أكثر من هذا لا نستطيع أن نوصفهم، هم من أهل الحقد على أهل القرآن وعلى المسلمين، ولذلك هم يقومون بهذه الأعمال من أجل تحريك القلوب في العالم ضد المسلمين. يجب على جميع الدول العربية والإسلامية قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وجميع، حتى لا يتجرأ أحد على حرق القرآن أو التهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في جريمتين، جريمة التهجم على سيدنا الرسول وجريمة هذا. فلذلك يعني ما بنفعش عمي إحنا يعني نستنكر، هذا لا يجوز. شو نستنكر يعني؟ أنت هذا عماله بيحرق كتاب الله، يعني إهانة لمليار ونص مسلم. نحن كمسلمين لازم نعمل وقفة ونتضامن ويكون عندنا ردة فعل قوية، وكرمال ما يتكرر هالشيء ثاني مرة. هذا الشيء مرفوض عن حرق القرآن، وهذا نحن لا نقبل بهذا الشيء، وهذا الشيء حرام، ونحن المصحف مقدس عنا. نشكر لكم طيبة وحسن المتابعة، إلى اللقاء.